الفريوات كيفاش نحافظوا عليها، مثلا وجدنا واحد الكميه سواء نحافظوا عليها في المجمد او في الثلاجه، من الاحسن منين طويل اذا كانوا دلوز ما عنديش اشكال انني نخليهم ينشفوا في الثلاجه نقليهم، اما اذا كانوا ديال عامرينهم مالحين ضروري انني انفو ندير الحشوه ديالي كنقول كنشمعهم يا اما كندهنهم بالزيت وندخلهم بضع دقائق في الفرن او كنديرهم بضع دقائق في حمام زيت يبقاو بويض، اون فوا كنخشيهم كنهزهم سوغ بلاص كنخليهم يتقطروا وديك الساعه كنمكن نحافظ عليهم في الثلاجه، ومن بعد اني كنبغي نعاود نقدمهم لافراد الاسره ديالي يا اما كنقليهم او كنعاود نردهم الفرن وكنطيبهم وبالصحه والراحه.